هلا ده بلاش تعملكم ديزاين ودفشكم كتير. واحد بفكر اذا عندنا ديزاين سيركت، انا مطلوب مني اعمل ديزاين سيركت. جاني مصنع قال لي انا عندي سيستم عباره عن تو سلندر، سلندر 1 وسلندر 2، بدي اخلي السلندر الاولى تعمل فولي اكستنت، بس تعمل فولي اكستنت، السلندر الثاني تعمل فولي اكستنت، بعدين الاولى تعمل فولي ريتراكت، الثانيه تعمل فولي ريتراكت. هاي كثير المسائل المهمه في الديزاين، اذا فشك انت كيف تفكر، كيف انا لازم افكر مشان احل هاي السيركت. فانا عندي مطلوب مني اكستنت سلندر 1، بس تعمل فولي اكستنت المفروض اعمل اكستنت سلندر 2، بس تعمل فولي اكستنت بدي اعمل ريتراكت سلندر 1، بعدين ريتراكت سلندر 2. لاحظ الابل ايش كانت؟ الابل كانت سلندر 1 فولي اكستنت، سلندر 2 فولي اكستنت، سلندر 2 فولي ريتراكت، سلندر 1 فولي ريتراكت، صح؟ الشكل عن السيكونس اللي بالهيدروليك. هاي مطلوب مني، اجاني واحد تبع مصنع وقال لي سوي لي ديزاين لانه انا سيستم المفروض يشتغل هيك، وهذا النيوماتيك سيستم. الكترو نيوماتيك سيستم. كيف انا بدي ابلش افكر؟ اول شيء عشان ابلش افكر بدي احط ان انا عندي سلندر 1 سلندر 2. بمعنى بحكي اوتوماتيكلي بدها تتحرك، فبدي سنسور او بدي نمت سويتش يقول لي البوزيشن تبع السلندر، او موقف عامل بضل يطلع هي فولي سلندر فولي ريتراكت هذا طبعا بوزيشن. فلازم اجيب نمت سويتش مشان اعرف البوزيشن تبع السلندر، بما انا بحكي اوتوماتيكلي بدها تتحرك تحرك لحالها، مش انا اجي ارجعها واوديها. اوكي؟ فبدي احط انا بشتغل الكترو نيوماتيك، فهو حيكون نمت سويتش الكتريكال. اوكي؟ فبفرض انه هذا في اس 1 هون، اس 2، اس 3، اس 4. صح؟ اذا سلندر 1 فولي ريتراكت، اس 1 حيعطيني سيجنال. اذا سلندر 1 فولي اكستنت، سلندر اس 2 حيعطيني سيجنال. صح؟ وهذا الحكي بينطبق على سلندر ثاني. طيب طبيعي اني بدي فاض، فبدي فاض لهي السلندر وبدي فاض لهي السلندر. وهذا الفالف بما انه نحكي الكترونيوماتيك لازم يكون سولنويد. صح؟ لاحظ انه هذا انا ما عم بفكر، انا بحكي مسلمات. ليش مش فالف واحد؟ ليش مش فالف واحد؟ اسهل وكنترول اكثر. هلا في هاي السيركت بقدر الواحد يعني بيختلف راي الديزاينر اخر. انا بعطيك السمبل وين مشان تفهم. هلا بدك تجرب شيء ثاني يمكن، بس انا بما انه هلا نحن انترسات كومبنيشن مبدئيا في الكورس، خليني اعطيك السمبل وين. اوكي؟ حابب تجرب شيء ثاني؟ انت ماشي فلويد سم، انت ماشي ستوديو فلويد سم عندك، طبعا انت ماشي ستوديو هو نفس السوفت وير زي الفلويد سم بس من شركه ثانيه. كمان حلو وقوي بس مشكلته انه قلنا انه هيفي، فالطلاب صعب ان ياخذوا كثير ساعات. فالفلويد سم اسهل وبغض المطلوب، عشان هيك بضل اخذ الحكي بتمشي ستوديو. اوكي؟ طيب فبدك انت عندك طريقه تفكر فيها بفض واحد جربها. اوكي؟ بالديزاين من شخص لاخر بيختلف التفكير. فهذا قلنا بتكون سولنويد ليه؟ لان انا بحكي على الكترونيك. ماشي؟ بتضفر طبعا انه عندي هيك هاي الفالف، طبعا هاي الدايركشن جوا الفالف بيكون زي مسلمات خلص دائما الفالف هيك. اوكي؟ طيب اكيد اذا هون بدي احط انا البرشر والاكزوست تبعي، هون البرشر والاكزوست تبعي، صح؟ مش بدي كلوز سيركت؟ كلوز سيركت يعني في باور سبلاي وفي ريتيرن باس تبعه. في الكمبرسر من الراس والسهم الاعلى هو الكمبرسر، والاكزوست اللي بطلع لك الهواء بالجو المحيط عشان نعمل كروس. نفس التانك صح؟ نفس التانك في الهايدر، بس التانك في الهايدر لانه زيت لازم يكون تانك. الاكزوست في النيوماتيك بكون احنا نيوماتيك سيت بكون هو الجو عباره، وعباره عن فلتر بس مشان يطلع بصوت، فلتر مع كاتب صوت عشان ما يطلعش صوت هيك مزعج للي بيشتغل حواليك، بيطلع بصوت سلايد سايلنت.
فعادة بكون فلتر وعليه كاتب صوت. اوكي؟ لانه التاج انا في النيوماتيك هو السراوند حوالين. طيب انا كيف بدي ابلش افكر؟ هون بدي ابلش انا شغل مخي. انا مطلوب مني اعمل اول خطوه انه سرندر الاولى تعمل فول اكستنت. بس بما انه هذا السيكونس ريبيتد، انا هذا اللي قال لي الديزاينر انه هذا السيكونس بده يعيد حاله. فهاي متى بدها تعمل اكستنت؟ لما تكون هاي ريتشارد لانه هذا ريبيتد، فانا بعرف اوكي انيشال هي عامله اكستنت، بس انا بالمره الثانيه المفروض سلندر 2 تكون هاي تحققت مشان تحقق الكونديشن الاول، صح؟ فالمفروض بس هاي تكون فولي ريتشارد، السلندر الاولى تعمل اكستنت، صح؟ طيب شو الشيء اللي بقول لك انه سلندر 2 هي فولي ريتشارد؟ شو الشيء بالسيركل بقول لك انه سلندر 2 اذا اشتغل بقول لك انه معناها سلندر 2 فولي ريتشارد؟ اي واحد فيهم اس 3 فالمفروض اس 3 هو يشغل لك سلندر 1، هو يعمل لك اكستند لسلندر 1. برجع بعيد انا هذا السيكونس ريبيتد، شو يعني ريبيتد؟ يعني المفروض بس خلص هي الخطوه يرجع يعيد حاله. مشان اضمن انه السيكونس تبعي يعيد حاله لازم قبل ما تصير هاي الخطوه تصير هاي الخطوه. انا مشان اعمل اكستند ل 1 لازم اللي هو اي 1 يشتغل. ونحن اتفقنا نحن بنحكي بالكترونيوماتيك سيركت، بيكون عندنا نيوماتيك سيركت وبيكون عندنا الكتريكال سيجنال، صح؟ الكتريكال سيركت. فانا بكون عندي شيء زي هيك سولونويد اسمه واي 1 بدي يشتغل، بدي يشتغل مشان خلي السلندر تعمل اكستند، صح؟ طيب انا مشان هاي تشتغل لازم يكون هاي صارت. شو الشيء بقول لك انه هاي صارت؟ شو الشيء سنسور محطوط بقول لك انه سلندر 2 شور فور ريتشارد؟ اس 3، لانه اس 3 رائد اكيد السلندر فور ريتشارد، صح؟ فانا اس 3 اعطاني سيجنال لواي 1، واي 1 شو عمل؟ بما انه اعطاني سيجنال يعني اشتغل هذا البوزيشن، فبصير هذا هيك وهذا هيك، صح؟ بس هذا البوزيشن شو بقول لي؟ البرشر محطوط هون، فالبرشر حيطلع من هذا الضغط، فشو بيعمل السلندر؟ اكستند، عملها اكستند. طيب خلصنا من اول خطوه، الخطوه الثانيه شو بقول لي؟ بقول لي لازم سلندر 2 تعمل اكستند. بس ماذا سلندر 2 بدها تعمل اكستند؟ لما تكون الاولى فولي اكستنت. طيب شو الشيء بقول لك السلندر الاولى فولي اكستنت؟ اس 2. طول ما السلندر الاولى بتطلع هي مش خابطه اس 2 ماشي حيتحرك. مش عارف السلندر الاولى عملت فولي اكستنت خبطت في اس 2. اس 2 شو بيعمل لي؟ واي 2 واي 3 واي 4 شغال لي واي، صح؟ صح ولا لا؟ فاهمين؟ طيب خلصنا اول خطوتين مطلوبين مني ريتراكت سلندر 1. متى بدي اعمل؟ مشان اعمل ريتراكت سلندر 1 لازم افعل واي 2، فانا لازم احط هون سلنويد اسمه واي 2. شو بدي افعله؟ الشيء اللي قبل شيء بقول لك انه سلندر 2 فولي اكستند، صح؟ شو الشيء بقول لك سلندر 2 فولي اكستند؟ اس 4. مجمع اس 4 لقطت بلشت هاي ترجع، بدي اتاكد انه واي 1 شغال، لانه اذا واي 1 شغال واي 2 شغال هذا مش حيتحرك. بتطلع شو الشيء بشغل واي 1؟ اس 3، اس 3 شغال؟ لا، لانه سلندر شو عامله؟ فور الاكستند الثاني. لاحظ كيف انت بدك يعني مش بحيث انك تطلع، بدك تخلي الصوره دائما قدامك. في ناس مش بقول لك خلص اس 4 واي 2، بدي اقدر واي 1 مطفيه. اذا انت عامل ضار عامل انرجايز من هون انرجايز من هون، شو بيسوي؟ ما بيتحركش، بضل على البوزيشن هو عليه. انت بتشد من جهتين، ليش بيتحرك؟ لازم اطفي جهه وافعل جهه. فلازم قبل ما احط هاي الخطوه اتاكد هل واي 1 مطفيه؟ اه هي مطفيه، لانه شو شغلها اس 3. السلندر شو عامل اصلا السلندر الثاني؟ عامل اكستند فولي اكستند، بس اس 3 اكيد مطفي، صح؟
الاولى خبط باسوان، خبط باسوان يعني سلندر الاولى فولي ريتراك. شو المفروض هلا اسوي؟ شو اللي بدي خليها اسوي لها ريتراك؟ الخطوه اللي قبل باجي بحكي اذا اسوان هو الخطوه اللي قبل بقول لي سلندر خلصت الفولي ريتراك بعمل ايش؟ واي فور بعمل رن السيركت تشتغل بالسيكونس المطلوب مني. هلا انا بدي اشكلكم هذا السيكونس يعتبر ايزي، هذا ستريت فورورد بس ممتع. يعني مش الفكره انت حيصير عندك خلص سنس تفكر وتصير بالنسبه لك شيء سهل، بس انك لازم تفهم لا تراكم. يعني هذا بنحكي للطلاب لا عندك مشكله تعحلها لا تراكم، لانه كل ما مشيت بتصعب الامور اكثر. هذا يعتبر ايزي. في حد بحب يسال اسئله؟